السلام عليكم. يحكى أن رجلا عجوزا كان يعيش في قرية بعيدة، وكان أتعس شخص على وجه الأرض، حتى أن كل سكان القرية سئموا منه لأنه كان محبطا على الدوام ولا يتوقف عن التذمر والشكوى، ولم يكن يمر يوم بدون أن تراه في مزاج سيء. وكلما تقدم به السن ازداد كلامه سوءا وسلبية. كان سكان القرية يتجنبونه قدر الإمكان، فسوء حظه أصبح ماضيا، ويستحيل أن يحافظ أي شخص على سعادته بالقرب منه. لقد كان ينشر مشاعر الحزن والتعاسة لكل من حوله. لكن وفي أحد الأيام، وحينما بلغ العجوز من العمر 80 عاما، حدث شيء غريب، وبدأت إشاعة عجيبة في الانتشار. يا ترى ماذا هناك؟ الرجل العجوز سعيد اليوم، إنه لا يتذمر من شيء، والابتسامة ترتسم على محياه، بل إن ملامح وجهه قد أشرقت وتغيرت. تجمع القرويون عند منزل العجوز، وبادره أحدهم بالسؤال: ما الذي حدث لك؟ وهنا أجاب العجوز: لا شيء مهم، لقد قضيت من عمري 80 عاما أطارد السعادة بلا طائل، ثم قررت بعدها أن أعيش من دنيا وأن أستمتع بحياتي وحسب. لهذا السبب أنا سعيد الآن. والعبرة يا أصدقاء: لا تطارد السعادة، بدلا من ذلك استمتع بحياتك. وفقكم الله. السلام عليكم.